أكد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني أنه تمت مناقشة كافة جوانب عجز الموازنة وحجم الدين العام، وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه يجب إعادة جدولة الديون والتي اقترب أجلها دون أن يكلف ذلك أعباء جديدة على خدمة الدين. فكرة مبادلة الديون مش هتحل الأزمة بشكل جذري، نعم، وإن كان هتحل جزء، لكن لابد من أنه هذه الديون يعاد جدولتها. ده الديون الثنائية. عندي ديون تانية للصناديق الدولية والعربية. أكبر قرض موجود في الصناديق الدولية قرض صندوق الدولي، صندوق النقد الدولي. طبعا، يعني ده قرض كان جه في ظروف معينة في 2000 في أواخر 2016، وبالتالي أرجو أن لا يتكرر مرة أخرى هذا القرض بشكله اللي احنا عارفينه، لأن الشروط اللي بيحطها صندوق النقد الدولي بتبقى ضاغطة على كثير من المصريين وخصوصا الطبقة الفقيرة، وبتخلي الدولة تخش ببرامج حماية اجتماعية تكلف أيضا الدولة فاتورة عالية جدا عشان تقدر تعمل الحماية الاجتماعية. وعندي صناديق العربية زي صندوق المال الكويتي، صندوق المال السعودي، صندوق خليفة في أبو ظبي. كل هذه السنة دي لابد من أن إعادة النظر أيضا في جدولة هذه الأمور.